وللمزيد حول صراع النفوذ الأمريكي الإيراني ودور الميليشيات الموالية لإيران فيه، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. أهلا بك دكتور حامد. بداية، يعني في حرب الظل بين الولايات المتحدة وإيران، ما هو الدور الذي تلعبه الميليشيات في هذا الحرب في هذه الحرب؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم المشاهد الكريم. الحقيقة هي الحرب بالإنابة مثل ما نسميها احنا او حرب الظل، يعني واضحة تداعياتها وأسبابها ونتائجها، هي تحويل الساحة العراقية إلى مجابهات وإلى أوراق لعب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحقيقة اللعبة تسبق كل حادث أو كل انعطاف سياسية أو عسكرية أو أمنية في المنطقة أو خارج الحدود الشرق الأوسط. يعني حتى قبل الانتخابات الأمريكية كان هناك رهان على أن يأتي بايدن بدل ترامب لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، لكن الآن شفنا أنه مفاوضات فيينا الحقيقة لتلعب دور في هذا الشأن. ورقة اللعب اللي تستخدمها إيران هي الميليشيات الولائية اللي الحقيقة تتبع إلى أوامرها وتوجيهاتها. لذلك من المؤسف ونقولها بمرارة شديدة كعراقيين نحن، أنه العراق تحول إلى ساحة تصفية حسابات ولعب بالنقاط بالوقت الحاضر، أيهما يحرز نقاط أكثر في هذه الجولة. يعني أشبه بأنه العراق صار تحت المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، وبالنتيجة أنه إحنا ندفع الثمن بعدم الاستقرار الأمني وبالرهان على أنه التقسيم أو انقسام اللي حدث بشرخ كبير بالمجتمع العراقي نتيجة عدم الالتزام بالثوابت الوطنية. فهذا هو دور الميليشيات، يعني دور الميليشيات هو حرب، أو ما نقولها حرب بمعنى الحرب، لكنه لعب بأوراق اللعبة الموجودة المتوفرة لدى الطرفين الآن. إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تملك أوراق لعب في العراق، وإذا كان إيران تملك أيضا هذه الميليشيات لتحريكها بين فترة وأخرى لتحقيق نقاط في جولات التفاوض. نعم. نعم دكتور حامد، في أي إطار يعني تضع زيارة قاني في يعني قائد طبعا قائد فيلق القدس الإيراني في هذا التوقيت بالضبط؟ الحقيقة الزيارة يعني لا يمكن كشف كل التفاصيل وحيثيات يعني اللقاء أو المفاوضات أو نسميها إحنا التوجيهات اللي جاء بها من القيادة الإيرانية إلى الميليشيات والأحزاب الولائية، لكن هو الخط العام أنه احتمالات الوضع في المنطقة يعني تدرس من قبلهم بشكل جيد، احتمالات التفاوض لأنه التفاوض تستأنف بين فينة وأخرى كل أسبوع تقريبا تؤجل ثم تستأنف مرة ثانية هذا التفاوضات، يعني مفاوضات في فيينا. القضية الآن أيضا مرتبطة بالانتخابات الوشيك أن يعني تجرى في إيران، الانتخابات الرئاسية أيضا هذا يشكل حجر أساس جديد بالنسبة للأمريكان. هم أشاروا إلى اليوم أو امبارح في الخارجية الأمريكية أنه الانتخابات الإيرانية يعني صعود المتشددين أو يعني ما نسميهم المحافظين بديلا عن التشدد الإيراني يغير نسبيا بمجرى هذه اللعبة الحقيقة في المفاوضات حول الملف النووي والصواريخ البالستية وثم النفوذ الإيراني في المنطقة، يعني في البلدان المعروفة ابتداء من شمال أفريقيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق. فطبعا الحقيقة هي بهذا الإطار تندرج زيارة قاني باعتبار أنه الأمور اقتربت، وخصوصا هو أيضا غادر بغداد إلى بيروت، يعني هناك استئناف لتوجيهات أخرى لأتباع إيران سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في مناطق أخرى. يعني نعم دكتور حامد، مناطق الصراع.
دكتور حامد، ولكن كان يعني من الملفت بعد مغادرة قائان بغداد تعرضت قاعدة بلد الجوية لهجوم صاروخي، وكأنما هناك رسالة أريد إيصالها، ما فحوى هذه الرسالة سياسية؟ الحقيقة هي أكثر من رسالة وجهت يعني بهذا العمل اللي صار بقصف على قاعدة بلد الجوية وقاعدة فيكتوريا يعني أيضا التابعة لمطار بغداد اللي هي جزء منها تابعة للقوات الأمريكية. هذه الرسائل الحقيقة منها خارجي لأمريكا بالذات بالتحديد، ومنها لأيضا أتباع إيران يعني في الداخل العراقي وفي المنطقة، من أنه نحن موجودون في العراق وما زلنا بنشاطنا وبفاعليتنا وبإصرارنا على المجابهة بطرق مختلفة، ومثل ما أشار تقريركم قبل قليل من أنه يعني الدرونز اللي تستخدم الآن الطائرات المسيرة هذا شكل من أشكال أيضا التحدي، باعتبار هناك تكنولوجيا حديثة تعتبر يعني حذرت منها الحقيقة أمريكا في وقت سابق، أنه الإيرانيون سوف يستخدمون هم ميليشياتهم في العراق وفي مناطق أخرى مثل ما استخدمتها قوات الحوثي في اليمن، أنه تستخدم هذه الطائرات، وهذه أكثر خطورة من الكاتيوشا وغيرها من الصواريخ المحدودة المدى. فأنا أعتقد التوتر يعني متصاعد، التحدي كبير أمام القوات الأمريكية وحتى أمام إيران، لأنه الساحة العراقية الحقيقة أيضا لا يمكن ضمانها، وأنا أؤكد على هذه النقطة لأنه الشعب العراقي الحقيقة غير مستفيد من كل ما يجري الآن، وليس له أي مصلحة وليس له أي دخل بهذا الصراع غير المشروع على الأرض العراقية، لأنه العراقيون يميلون إلى بشكل واضح إلى الاستقرار، إلى استعادة وطنهم، إلى استعادة السيادة، إلى استعادة القرار السياسي اللي هو يفترض أن تكف عنا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني أن تحترم السيادة وتحترم كيان هذا البلد يعني الجغرافي والبشري، وأيضا بلد مثل العراق يجب أن فعلا يهتم به باعتباره مستقل وذو سيادة. شكرا. نعم، إذن الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي كنت ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.